أنا شفت الصندوق ده فين قبل كده؟ أيوة معاك يا يحيى، في مغامرة من المغامرات. زي ما أنت كنت بتفرجنا على حضارة مصر من آلاف السنين، دلوقتي يا سينو أنا هفرجك على جزء من حضارة مصر الحديثة. من أول ما عينك تشوفها بتشوف بلد عظيمة، بتاريخها، بموقعها، بفنها، بثقافتها، بشعبها وناسها. وكان لازم الإنجازات اللي تتعمل على أرضها تليق بمكانتها، لأن هنا مكان مش زي أي مكان. هنا مصر مكان فيه ناس شايفة المستقبل، 100 مليون مواطن عايزين يعيشوا في بلدهم بكرامة. وبدأنا خطط تنمية حقيقية في كل المجالات، شيدنا آلاف من الكيلومترات، طرق، كباري، أنفاق، محاور نيلية. وفي نفس الوقت وضعنا خطط متكاملة لتجديد وسائل النقل المختلفة، بري، بحري، وجوي. وفي سنين قليلة بقى عندنا أساس صلب لكل الإنجازات، قناة السويس، بوابة العالم لكل التجارة العالمية. ابتدينا بحفر قناة السويس الجديدة، وكملنا الحلم بحفر الأنفاق. سينا بجمال طبيعتها، بكنوزها، وبدأت خطط تنمية شاملة. أنشأنا محطات توليد كهرباء صنفت كأكبر محطات طاقة شمسية في العالم، ومحطات تعمل بطاقة الرياح، وبنينا محطات جديدة بأحدث تكنولوجيا، وطورنا محطاتنا التقليدية، وتغيرت الصورة. أطلقنا أول قمر صناعي للاتصالات، طيبة واحد، اللي هيساعد في التحول الرقمي لكل مؤسسات الدولة وفي إنشاء المدن الذكية الجديدة. عزيمة وإصرار وراهم رؤية وهدف توفير غذاء صحي وآمن لكل مواطن مصري. وبدأنا مشروع التنمية الزراعية المتكاملة بتنمية الموارد المائية والري الزراعي. بعدها تم استصلاح أراضي في كل محافظات مصر. عشرات المدن الجديدة في كل المحافظات تستوعب ملايين من كل فئات الشعب بيحلموا بحياة أفضل ليهم ولأولادهم. ومن أهمها العاصمة الإدارية الجديدة، واللي هيتنقل فيها كل مؤسسات الدولة. هنكمل المشوار، نحلم، نجري، نسبق، والتنمية الحقيقية في كل بلدنا هي هدفنا. هنا مصر مكان مش زي أي مكان.